منكم. هيني طلعت من أمام السفارة السعودية في واشنطن دي سي، من قلب واشنطن، من أمام السفارة السعودية، شارع الخاشقجي. أنا ما رح أطول اليوم، بحب أقولكم هذول الهمل السعوديين، السعوديين رواف السعين وعبد الحميد الغبين فهد الشمري، مش عارف شو اسمه. اسمعوا يا اخواني، الحكومة السعودية صرفت عليكم للطيران وصرفت اجرابات وبساطير وبدلات عسكرية ودبابات. يا اخواني انتوا الهمل، انتوا الهمل. اجوك 7000 حوثي، قوم الصاروخ بطلع من اليمن وبنزل في نص. خذوا احموا، جايين تحكوا عن الفلسطينية، تعال ارضعوا كرامة. يا اخواني حوثيين لابس وزرة وشبشب. يا اخواني الحكومة السعودية اعتمدت عليكم تدافعوا عن ارضكم، طلعتوا همل شاطرين بس تسبوا.